موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قال الشيخ السعدي رحمه الله: سبأ قبيلة معروفة في أدنى اليمن أو في أداني اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب. ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب ويشاهد آثاره ويتناقل الناس أخبار، ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة. فقال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم، أي في محلهم الذي يسكنون فيه، آية. والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك منهم أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله: جنتان عن يمين وشمال. وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، وكانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء، فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم، ويحصل لهم به الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة، منها هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما، ومنها أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق الرغد فيها، ومنها أن الله تعالى وعدهم إن شكروا أن يغفر لهم ويرحمهم، فقال: بلدة طيبة ورب غفور. ومنها أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة، والظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف، وقيل إنها الشام، لما علم ذلك هيأ لهم من الأسباب ما ييسر أو ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها، بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد. ولهذا قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها
قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي سيرا مقدرا يعرفون ويحكمون عليه بحيث لا يتيهون عنه ليالي وأياما. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي مطمئنين في السير في تلك الأيام، في تلك الليالي والأيام، غير خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم من الخوف، فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته وبطروا النعمة وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا، وظلموا أنفسهم أي بكفرهم بالله وبنعمته، فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم وأرسل عليهم السير، كما سيأتي في الآيات القادمة إن شاء الله نذكرها ونذكر فوائد القصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.